وزي ما اتكلمنا ان الثمن اللي الدفع غالي، فبنعيد ونكرر ان الاستقرار اللي بنشوفه دلوقتي في سيناء كان بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة وبأرقام كبيرة جدا من الشهداء ومن المصابين اللي حتى الآن ربما بنتذكرهم وبنقول ان هم السبب الرئيسي في هذا الأمر. صحيح، بفضل هذه الدماء الزكية وبفضل كل الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم قدرنا نوصل لهذه اللحظة اللي احنا بنحتفل بيها مع حضراتكم دلوقتي، بنحتفل بيها بالأمن والأمان. خلينا نشوف مع حضراتكم ايه اللي حصل في سيناء. سيناء أرض التنمية والخير. خلال 10 سنوات كانت سيناء على موعد مع البطولة في مواجهة تنظيمات إرهابية سعت لعزل سيناء، لكن رجال القوات المسلحة والشرطة ومعهم أهالي سيناء تصدوا للإرهاب بدماء الشهداء والمصابين لتظل شاهدة على قدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات والصمود. وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة من عام 2013 وحتى عام 2022 أكثر من 3277 شهيداً، بالإضافة إلى 12208 مصاب، وهم من قال عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي: لما أقول سقوط 3277 شهيد يعني أن 3277 أسرة مصرية تتألم وستتألم طول ما هم موجودين، ودول دفعوا الثمن علشان البلد تعيش. وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيناء ولقاؤه بجنود وأبطال القوات المسلحة من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين في يوم نصر 10 من رمضان، والذي يمثل عيداً للشعب المصري، إضافة إلى تطهير سيناء من الإرهاب. تلك الزيارة التي كانت تحمل رسالة للعالم كله بأن سيناء آمنة وخالية من الإرهاب. ويمثل انتصار القوات المسلحة على الإرهاب وتطهير سيناء من المتربصين بالدولة المصرية العبور الثاني لسيناء بعد نصر 10 من رمضان، وتقديم القوات المسلحة والشرطة تضحيات كبيرة لتطهير سيناء من قوى الشر. وتحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات لسيناء لتنميتها وتوفير فرص عمل لأبنائها وتعميرها، لأنها الأرض المباركة المقدسة التي تجلى عليها المولى عز وجل، كما أنها أرض البطولات والتضحيات التي امتزجت رمالها بدماء الشهداء الأبرار. حتى نصل لهذه المرحلة من الأمن والاستقرار اللي تابعناه مع حضراتكم في هذا التقرير، القوات المسلحة نفذت عدة عمليات عسكرية ضد الجماعات المتطرفة والتكفيرية، من أبرزها العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وقبلها عملية حق الشهيد بمراحلها الثلاثة. كلنا نعرف العمليات العسكرية بتاخد طابع معين وبقى فيها تجهيزات معينة وبتكتب في التاريخ العسكري.